مرحبا أحبائي الأطفال، في الحصة السابقة تعرفنا على حرف القاف وعلى صوت حرف القاف، وحرف القاف مع الفتحة نقرأه ق، حرف القاف مع الضمة نقرأه ق، حرف القاف مع الكسرة نقرأه قي. وتعرفنا على كلمات تتضمن حرف القاف مثل بطريق، قصر، قطة، قنديل البحر. واليوم سنتعرف على كيفية كتابة حرف القاف، تابعوا معي. إذن كي نكتب حرف القاف نبدأ من السطر الرئيسي، نصعد سطرا واحدا، نخط دائرة صغيرة ثم نصف دائرة كبير نحو الأسفل ونصعد قليلا، ثم نضع نقطتين فوق هكذا. وأدعوكم أحبتي للتمرن على السميد عدة مرات قبل أن تكتبوا على أوراق التعلم. استمتعوا بأوقاتكم وإلى اللقاء.